طب امير اكلمك في حته فنيه شويه، انت مايل بقى ان هناك العب بشحاته جنب دونجا خاصه في نص الملعب، ولا ان انا هبقى محتاج ان انا العب برضو بلعيبه كوره كتير نص الملعب مثلا زي ما اخترح احمد حمدي النهارده، ولا ماتش هناك العبه على التحولات بس والهجمه المرتده والعب اركز على السرعات اللي ممكن تكون موجوده عندي مثلا متمثله في متيابه ولا مصطفى شلبي او حتى حمدي، يعني حته نص الملعب بالتلت الامامي في مباراه العوده. خلي بالك مباراه العوده يا امير احنا غصب عننا مطالبين نجيب هدف، اللي هتدخل في حسابات مختلفة تماما بقى، وحتى لو عرفت تحافظ على الصفر هتضطر ترجع لضربات الترجيح، وانا الحقيقة ما افضلش الحل ده. انا شايف ان انا طول ما انا بلعب محتاج ان انا على الاقل لازم يكون عندي تحول وعندي اداة تقدر تشتغل قدام، خاصة لما يكون عندي لعيب زي الجزيري او سامسون او حمدي او شلبي، يعني عندنا لعيبة عندها حلول هجومية. شايف التركيبة تبقى ازاي في التلت الامامي في بص، ماتش العودة؟ انا اولا لازم يبقى في هناك الماتش هناك يا كابتن ابو علاء، ماتش ذكاء، لازم يبقى ذكاء. اللي انت النهارده عشان تجري 90 دقيقه او تضغط 90 دقيقه في الجو ده وفي البتاع مش هتقدر تستحمل، فلازم يبقى في ذكاء. انا شايف ان الماتش ده لازم يبقى فيه تامين اولا في نص الملعب، ما تديش مساحات للفرقه دي، وتشتغل على التحولات، ولازم الجري حتى معدلات الجري، يعني انت عارف اللي انت ايه، ما تجريش وخلاص، انت عارف انت بتجري في الكرة اللي مش محتاجة جري، الكرة اللي مش محتاجة أنا واقف مكاني بقفل مكاني. فالماتش هناك عايز ذكاء تكتيكي، عايز نظام، عايز تنظيم، عايز حاجات كتير. لكن أنا النهاردة عشان أنزل أقول لك أنزل أول الماتش وراجل لراجل وأجري وبتاع، مش هتقدر تستحمل، مش هتقدر تستحمل. اللي فعلا الجو هناك هيبقى صعب والملعب مش هيساعدك، بس انت والفرقة هناك هتلعب الكبيرة الساعه 7 بالليل بتوقيت مصر، ما اعرفش ده بتوقيت انا يبقى ما كام. هي 7 بالليل، انت هتلاقي هم متاخرين، وحتى خلي بالك انت حتى لو هتلعب بالليل هناك الرطوبه عاليه، الرطوبه عاليه والملعب مش هيساعدك. والفرق الكبيره خلي بالك يا كابتن ابو، الفرق الكبيره اللي تعرف هي عايزه ايه من الماتش، مش شرط النهارده اللي انا ابقى الواو واكسب، لكن انت النهارده بالخبرات اللي موجوده في نادي الزمالك لازم النهارده يبقى في تنظيم في المباراه دي، لازم اشتغل على التحولات. اتمنى اللي زيزو برضو يلحق المباراه، هيبقى اضافه كبيره جدا، والنهارده شفت التاثير بتاعه. فتوح مع عمر جابر، ومع طبعا انا بتفق معاك اللي لازم يبقى في اتنين في نص الملعب وقدامهم احمد حمدي. خلي بالك النهارده احمد حمدي اما بيلعب معاه ناس اتنين مدافعين، او بيلعب معاه عبد الله السعيد، او بيلعب ناصر ما بيلعبوا، خلي بالك بدنيا بيفرقوا معاه. انت النهارده برضو موتيبه لعيب كويس وكل حاجه، بس معدلات جري النهارده مش هتلاقيها، او مش لازم اجري النهارده، انا ممكن اشغل الكوره. النهارده احمد حمدي برضو ممكن تقول تحس اللي هو تعب، اللي برضو على طول مجهود وبيجري هنا وبيجري هنا، لكن انت النهارده ما بيلعب معاك لعيبه الكوره في نص الملعب الموضوع بيبقى سهل، بيبقى معدلات الجري حتى بتقدر تجري ال 90 دقيقة. فأنا إن شاء الله بإذن الله أتمنى اللي يبقى فيه تأمين في نص الملعب بالاثنين شحاتة ودونجا، وقدامهم هيبقى أحمد حمدي، وأتمنى اللي زيزو يبقى موجود مع سيف الجزيري، أو أتمنى برضو اللي ممكن أكينولا ياخد من الأول هو وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو، اللي أنت محتاج يبقى عندك شراسة ومحتاج تستغل كل فرصة تجيلك. أنت ممكن فرصة واحدة تخلص الماتش، انت النهارده للاسف جالك اكتر من خمس ست جوان حقيقي، يعني فرص حقيقيه، وما كانش في توفيق.